فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول أحمد شوقي قم للمعلم وفه التبجيل. أحمد شوقي هذا حافظ إبراهيم. نعم، يقول هل قصيدة حافظ إبراهيم في المعلم. نعم، هل قوله هذا يقول كاد المعلم أن يكون رسولا، هذا من الغلو؟ لا، ما هو من الغلو، لأن المعلم يعلم دين الرسول، والعلماء ورثة الأنبياء. نعم.